السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شخص هداه الله سبحانه، وبعد أن هداه له أصدقاء سوء يزورونه في البيت ويتحجج لهم. إيش وإيش؟ يتحجج لهم إنه مشهور. إي. فيخشى على نفسه إنه كذاب في هذه الطريقة. هذا الذي من الله عليه بالهداية وله قرناء السوء ويعتذر عنهم إذا جاءوا إليه بأنه مشغول لا حرج عليه إذا فعل ذلك، وينوي بقوله مشغول أن كل إنسان مشغول، كل إنسان مشغول، نعم، مشغول بالذكر، مشغول مع الأهل، مشغول بإصلاح البيت، يتأول الإنسان، والتأويل في هذه الحال لا بأس به لأنه يريد أن يسلم من شره. ولكن هناك شيء أحسن من هذا، أن يدخلهم ويعرض عليهم الهداية، يدعوهم للهدى ويقول لهم مثلا: أنا الحمد لله هداني الله عز وجل ووجدت إن الهداية نور وانشراح صدر وأنس وطمأنينة، وأنا مثلكم معكم بالأول، لكن وجدت الخير، اعملوا هذا، ويدعوهم ربما يهتدون. وإذا لم ير منهم استجابة بإمكانه هو أن يزور واحدا منهم زيارة خاصة في البيت ويدعوه، لأنك إذا عجزت عن الجمع فعليك بالأفراد، وهذا من الحكمة، لأن الجمع إذا كان جميعا قد يكون بعضهم يقوي الجانب الآخر ويبقون على ما هم عليه، لكن إذا جئتهم واحدا واحدا فككتهم. نعم، مثل ما صنعت قريش في نقل الصحيفة التي اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم حتى حصروهم في الشعب، قرأتهم في التاريخ هذا، قام بعض الناس منهم وقالوا: ما يمكن، بنو هاشم منا ومن أشرافنا، كيف نجعلهم محصورين في الشعب؟ فبدأ يروح كل واحد على الانفراد، يقول: انقض الصحيح، تخلى عن هذا، حتى تخلوا عنه. فهمت ولا لا؟ فهذا خير إذا كان يتمكن من إصلاحهم وهدايتهم، فهذا هو الأول. إذا لم يتمكن فلا بأس أن يقول: أنا مشغول، أو يقول لأهل البيت إذا عرف أنهم هم يقولوا: كن أفلام مهم موجود. يجوز، لكن كيف يجوز؟ البيت كم فيه من حجرة؟ قل لي تابع. خلى ثلاث حجر ينمون بقولهم هم موجود، يعني في الحجرة الثالثة وهو موجود في الأولى، عرفت؟ يتأول.